الأحلام بتزيد، وإحنا عشان أحلامنا سعيدة هنحققها أكيد، ونقابلتنا مشاكل صعبة برضو الحل بسيط، وبمجهودنا حنرسم بكرة مش مجهود عفريت. عصام والمصباح، 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 عصام والمصباح. عصام عايش بس بيحلم يوصل للمصباح، لكن لو جواه بيفتش يمكن كان ارتاح، يخرج حلمه ويرفرف في سماء. عصام والمصباح، 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 عصام والمصباح. هنغلب دول؟ ايوه، ايه المشكلة؟ ولا حاجة، اما نشوف. دلوقتي هنعمل القرعة. اسمها القرعة يا شفيق. قصدي القرعة. فريق مدرسة التفوق يختار ايه؟ الكتابة. يبقى فريق الصاعقة الملك. اما نشوف. فريق التفوق هو اللي هيشنطر. اسمها هيشنطر يا سفيق. وزي ما احنا شايفين حريقة بيباصي لعصام، عصام بياخد الكورة وبيهجم على فريق الساقة. يلا يلا يلا، برافو يا عصام. بليز بليز يا عصام. ايوه عصام، انا لوحدي. عصام لسه مكمل لوحده. الظاهر انه عايز يجيب جون. يلا يا عصام، يلا يا عصام. فريق الساقة كده يا عصام. والحكم الدولي شفيق بيصفر عشان يعلن انتهاء الشوط الاول، وننتقل الى استوديو التحليل. هنعوض وهنكسبهم في الشوط التاني ان شاء الله. انت بتحلم، ده قليل ما كسبونا 20-0. لكن احنا نقدر نغلبهم يا زيكو. اغلبهم لوحدك يا عصام. تقصد ايه يا زيكو؟ يقصد انك قاعد بتلعب لوحدك من اول الماتش يا عصام. حتى انت كمان يا حريقة، ما كلكوا عارفين ان انا احرف واحد في الفريق كله، صح ولا غلط؟ امال ما جبتش جون ليه لحد دلوقتي يا احرف واحد فينا؟ لانهم مراقبيني، حاطين عليا تلاتة، مش عارف اتحرك براحتي. ما احنا بنحاول نساعدك يا عصام. لو وجودي هو اللي عامل لكم مشكلة انا ممكن اتسحب دلوقتي حالا. محدش قال كده، لكن بس مش عايز اسمع كلام. وانت عصام تعال معايا. عندهم حق. لا طبعا ما عندهمش،
دول بيحقدوا عليك ونفسهم يبقوا زيك. هيحقدوا عليك ليه؟ انت صحيح حريف لكن ما جبتش جوان. مش مهم، كلهم عارفين انك احسن واحد فيهم، سيبك منهم. فعلا انا احرف واحد فيهم. ده مش كفاية يا عصام، عارف ايه الفرق بين الكرة والشطرنج؟ ان دي لعبة بتعتمد على السرعة والعضلات، والتانية لعبة بتعتمد على التفكير والتخطيط. مش بس كده، الفرق الاساسي ان الشطرنج لعبة فردية وكرة القدم لعبة جماعية. يعني ايه؟ يعني ما تنفعش تعمل فريق شطرنج. في الشطرنج انت مسؤول بنفسك عن كل نقلة، لكن في كرة القدم انت وراك فريق. هم عارفين ان انا احسن واحد فيهم يا كابتن. وانا قلتلك ان ده مش كفاية يا عصام، حاول تحس باللعيبة اللي معاك مهما كان مستواهم اقل منك. الفرق اللي بتنجح بتنجح كده. انا قلت لهم انا مستعد انسحب. الماتش مدام ابتدى يبقى هيكمل بيك او من غيرك يا عصام. احنا مش مهم نغلب او نتغلب، المهم نعمل اللي علينا، يعني الفريق كله يكون ايد واحدة وروح واحدة. فهمت يا عصام؟ هو ده اللي كنت عاوز اقوله. أنا آسف. ها؟ بعد إيه؟ مش شايف النتيجة؟ لسه قدامنا فرصة. لكن يا عصام، عارف أنت عايز تقول إيه يا حريقة؟ أنا فعلاً كنت أناني في الملعب، بس أوعدكم في الشوط التاني الوضع كله هيتغير. لو كده أنا أول واحد معاك يا عصام. إحنا فريق واحد، ولو عوزنا نكسب لازم نلعب بروح الفريق. كلنا معاك يا عصام. كابتن عصام، تقول ايه اللي بيعتبروه سبب هزيمتنا النهاردة؟ بسم الله الرحيم، يعني يقول لهم استنوا فريق مدرسة التفوق في الشوط التاني ان شاء الله. يعني ان شاء الله. اي ساقة بيسطر وكرة معاهم يخشوا بيها ارض فريق التفوق. وده يا جماعة بيفكرني ماتش مدرسة النجاح مع مدرسة الأمل سنة 2005، لما الشوط التاني ابتدى كده برضو كانوا بيسنطروا. وده غريب، حريقة بيشوطها لزكوة، زكوة شوطة طويلة لأسام في أرض فريق الساقة، أسام قدامه فرصة لكن واضح إنهم مراقبينه كويس. هنا يا عصام. يا ترى عصام هيشوطها لوحده زي كل مرة؟ شوطها لزكوة يا عصام أرجوك. أنا مش مصدقة عينيا، عصام شوطها لزكوة. قصدك جونين كمان ونكسب. احسن يا عصام. عصام يقطع الكوره، واضح انه فريقنا فاق يا جماعه في الشوط التاني زي ما عصام وعدنا. يشوطها لزكوة، زكوة الحريقه. مش ممكن حريقه بتجيب الجول التالت، هدف التعادل. برافو يا اولاد، احنا فرحانين.
ماتش دقيقتين؟ يا ترى هينتهي بالتعادل؟ هنشوف. عصام؟ عصام يحاول يقطع؟ لكن يقع. يا ترى عصام كويس؟ عصام! في حاجة يا عصام؟ أنا كويس يا شفيق، هكمل. عصام، لو مش قادر ممكن ننزل حد مكانك. لا يا كابتن، هكمل. الحكم بيصفر عشان يكمل الماتش. حريقة يشوط الفاول لزكوة. زكوة عالية عالية لعصام. عصام مش ممكن. ده الهدف الرابع، هدف الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، بهدي يعني لكل الفريق، لاني مش انا اللي فزت، انما الفريق كله فاز يعني ان شاء الله. الكاميرا دي بتصور؟ طب ما تيجي معانا تفرجينا. واو، اصبح عشان سيدي كده ما عملتش اي حاجه. لكن ايه الله، خبر مدهش في بداية الحار. شهور مصبار أقع عليك فيه. شبيه يوزبع فليوزبع. عشان تبقى ناجح زي علاء الدين وإلا هضطر صحيح بطريقة. مش لازم تردح له. لا فعلا فرصة ما تتعور. لا المرة دي يمكن كان ارتاح لكن ضاع دوار. لو دور هيخرج ويرفع طريقة لحظات رقيقة على القلب جريئة. لما اخد لفه بالمصافه يلا ما تتشطر على حد يا ابني. ازيكم يا اطفال؟ يا اطفال